يعني احنا بنأسف على الوضع اللي وصلنا له واستباحة ارضنا وسمائنا ووطننا صار ملك لكل الاحتلالات الاسرائيلية والامريكية والايرانية. يعني عم بيروح ضحايا مدنيين اطفال نساء جراء نظام عم يتاجر بالمخدرات وصل بلده لحفة القهاوي من خلال التهديد ومن خلال نشر الظاهرة. احنا كلنا ضده، كلنا ضد انه ابنائنا كمان يروحوا ضحيتها لانه الدور علينا بالتفصيل. طيب ماذا نفعل بسبب هذه الظاهرة؟ ما هو دوركم كنساء بهذه الظاهرة؟ هل توافقون هذه الظاهرة أم تحاربونها بأي شكل؟ نحن بنحارب هذه الظاهرة أكيد، لأنه هي كثير بتضر بمستقبل ولادنا، بتضر بمستقبلنا.